أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن انطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يبدأ اليوم. هذه المبادرة تأتي نصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة واستجابة لنداءاتهم وبأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. غزة تستغيث، وقبل أن يرتفع صوت استغاثتها تلبيها دولة الكويت وتقول: إني هنا، إني هنا لك داعمة حتى وإن تخلى عنك الجميع. هي تلك روح المحبة والأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين، فبين الكويت وفلسطين أخوة وعروبة ونخوة. جسر جوي كامل لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة أعلن عن انطلاقه وزير الخارجية وفق مبادرة تأتي بأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المبادرة تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيفا لما يتعرض له من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. الجسر الجوي سيشق عنان السماء، وتحلق طائرات من هنا من أرض الكويت الأبية لتصل إلى مصر الشقيقة، ومن هناك تسير المساعدات إلى أهلنا في غزة علها تكفكف بعضا من دموعهم وتضمد بها الجراح. الكويت كانت وستبقى داعما للقضية الفلسطينية، واقفة بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة على حقه في تأسيس دولته المستقلة يهنأ فيها الكبار والصغار بحياة ملؤها السلام والمحبة.